إذن مساءكم سعيد من السبعي جريدة أوغ جورنال، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللايف المباشر اللي كنقول لكم من أحد الشوارع الرئيسية المؤدية للمسيرة، محطة المسيرة ديال أكادير. البارح بالأمس اللي كان البارح الإثنين، الطلاب ديال طاطا خرجوا في مسيرة حاشدة، اليوم الدور ديال الطلبة ديال زاكورة خرجوا كذلك حتى هما بواحد المسيرة كما كتلاحظوا معنا، مسيرة كبيرة جدا ديال الطلاب، عندهم بزاف ديال المطالب الاحتجاجية اللي كيطالبوا بهم، بزاف ديال المطالب ديال النقل، اسعار ديال النقل. اذا الطلاب ديال زاكورة اليوم كيحتجوا على المطلب ديال السندات ديال النقل او اذنات النقل. اليوم الباترونات ديال المحطات، الباترونات ديال الشركات، الاثمنه مرتفعه جدا، خصوصا في الظرفيه ديال العطله، خصوصا في الظرفيه ديال انتهاء ديال الامتحانات. باش ناخذوا الاراء ديال الطلبه ديال اللجنه ديال التواصل، واعطونا اشنو هما المطالب ديالهم اللي كيحتاجوا عليهم، اللي كيطالبوا من الولايه ديال جهه تسوس مسا، اللي كيطالبوا كذلك من الولايه ديال جهه الدرعه تافيلات اللي كينتميو لها، ونشوفوا التصريحات ديالهم. كان كما كتبعنا المتابعين جريده اوغ جورنال، الى كانوا الطلاب ديال منطقه ديال طاطا او مدينه طاطا، الشركات ديال النقل كيفرضوا عليهم انهم يخلصوا جوج ديال التيكيتات اللي هما كيتسموا اذنات ديال النقل. هاد التيكيتات ولا هاد الاذنات ديال النقل، العماله هي اللي كتعطيهم لهم، يعني من الحقوق ديالهم انهم تخلص عليهم العماله، وكتعطيهم باش انهم يجيو يتنقلوا للمدن اللي كيقراو فيها، بحال المدينه ديال اكادير، بحال المدينه ديال مراكش، بحال المدينه ديال الرشيديه، ولا المدينه ديال الرباط، ولا الدار البيضاء، ولا فاس. اذا هذا مكسب، يعني حق ديال الطلاب انهم ياخذوا عند العماله ديالهم كتوفروا لهم. ولكن الطلاب ديال زاكورة اللي كينحدروا من نفس المنطقه النائيه، المنطقه الصحراويه، المنطقه الفقيره، هذه المنطقه هذه او هاد الطلاب هذو لحد الان مازال ما عندوش هاد الاذنات ديال النقل. يعني الطلاب ديال طاطا اللي عندهم الاذنات ديال النقل وفرضت عليهم الشركه جوج ديال التقطيعات وجوج ديال التيكيتات في رحله واحده، يعني خصهم يخلصوا جوج ديال الاوراق في رحله واحده، اليوم الطلاب ديال المدينه ديال زاكورة ما عندهمش هاد الاذنات ديال النقل او هاد الاوراق ديال النقل. كما كتلاحظوا معايا، حنا كنتوجهوا حاليا بالمسيره، محطه المسيره ديال اكادير، كتشوفوا هاد الكم الكبير ديال الطلبه اللي خرجوا اليوم من جل جامعات ابن زهر، يعني كليه الادب، كليه الحقوق، كليه ديال العلوم، اليوم كيحتجوا على الارتفاع ديال الاسعار. الصحراويه او نقولوا الصحراويه راه كتستافد من اذنه النقل، على الرغم من انها هي الى جينا نقارنوا المسافه بين زاكورة واكادير وبين يعني اكادير وطاطا ولا سيدي فني ولا يعني هذه المناطق الجنوبيه هذه، فالمناطق الجنوبيه سيدي فني طاطا هما اقرب الى اكادير من زاكورة، فكيف يعقل انهم اللي قراب عندهم الاذنه النقل وزاكورة اللي هي يعني كاينه كاينه في اقصى الجنوب الشرقي، يعني كتبعد اكبر مسافه وما عندهاش الاذنه النقل، وحتى ان الكيران ما متوفرينش، يعني ان كاينه اللجنه كتوفر يعني كدير رحلات للطلبه ديال الاقليم ديالها، وحاليا راه حتى شركه ما موفره لنا الكيران. الثمن يعني هنا في يعني في المحطه راه اثمنه خياليه، راه نقول لك يعني هاد الاثمنه هادي راه كاع الطلبه غيعيدوا هنا، حتى واحد ما غيعيد عند والديه الا بقات يعني هاد الاثمنه هادي، فراه لا يعقل، راه ضرب من الخيال انهم دينا يعني كاينه هي البعيده وما عندهاش سندات النقل، والمدن اللي قراب كيستافدوا من سندات النقل. راه بالنسبه للسنوات الماضيه شحال باش كنتو كتمشيو لزاكورة الى قطعتو كطلبه، كطلبه ولا كلجنه ديال زاكورة، الى قطعتك من اللجنه ديال زاكورة شحال باش كتقطع لكم، والى قطعتو كمواطنين عاديين في المحطه شحال باش كتقطعوا؟ في السنوات الماضيه راه يعني ملي كنقطعوا يعني في الرحلات اللي كتنظم اللجنه يعني ديال الطلبه راه كنقطعوا ب 120 100 درهم، يعني اثمنه يعني مناسبه في المتناول ديال الطالب يعني اللي متقن الكاهل ديالو، بينما الا جيت تقطع هنا في المحطه راه يعني في الارتفاع ديالها راه كتوصل 200 درهم يعني كاقصى، بينما يعني حاليا كنلاحظوا ان الاثمنه وصلت حتى 300 درهم 280 درهم، فراه لا يعقل ان واحد الطالب الله يحسن العوان يعني ما في حالوش انه يجي يخلص 300 درهم باش يمشي يعيد مع والديه، راه لا يعقل وراه ما يمكنش، راه نعيدو هنا وما غاديش نخلصوا ذاك الثمن اللي يعني انه باهظ، وما يعني ما حتى طالب يعني ما لا يكون في العوان ما عندوش انه باش يخلص هذا الثمن. بالنسبه لجهه سوس مسا اللي دابا انتم كتقراو في المنطقه ديال اللي تابع عليها،
واش داروا معكم شي حوار، واش داروا معكم شي، واش هضروا معكم في هذا المشكل ولا لا. وكذلك المنطقه ديال جهه الدرعه تافيله اللي كتنتموا ليها نتوما حاليا، اللي هي ضمن المدن ديال هزاوره، واش داروا معكم شي حوار، واش داروا معكم شي حل ولا لا؟ وكما كتشوفوا يعني راه الى حدود الساعه راه مازال ما كاين والو. الطلبه هما كما كتشوفوا يعني راه واقفين، يعني مازال كيحتجوا يعني على هذه الاوضاع المزريه. بالنسبه للمجلس الاقليمي يعني زاكوره، يعني زاكوره بصفه عامه وكاع المسؤولين ديالها اللي حاشا واش يكونوا مسؤولين، فراه يعني لا يعقل انه كاع المجالس الاقليميه ديال المدن اخرى كتعاون الطلبه ديالها وكتكلف بالنقل ديالهم اثناء يعني هذه المرحله دي، خصوصا ان الامتحانات جاو يعني في فتره قريبه. كادير المحطه ديال المسيره. اذا بعد الخروج ديال الطلبه ديال المنطقه ديال طاطا او مدينه ديال طاطا، اليوم جا الدور ديال الطلبه ديال زاكوره. الطلبه ديال طاطا البارح الاثنين خرجوا في مسيره احتجاجيه سلميه المده ديال ساعه تقريبا 4 كيلومتر على رجليهم، من الجامعه او من كليه الاداب والعلوم الانسانيه حتى للمحطه ديال المسيره على رجليهم، ورافعين المطلب ديال الادينات ديال النقل. اذا باش ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه او هذه المسيره الاحتجاجيه اللي دعوا لها الطلاب ديال المدينه ديال زاكوره اليوم بالمدينه ديال اكادير. اذا الطلبه ديال زاكوره اليوم جاوا باش يقطعوا التيكيتات، باش يقطعوا الاوراق، باش انهم يسافروا لزاكوره المدينه ديالهم الاصليه، باش انهم يدوزوا عيد الاضحى المبارك. كيتصادفوا بان الاثمنه جاءت مرتفعه وجاءت غاليه على غير المعتاد. اذا الطلبه اليوم فكروا باش انهم يديروا هذا الشكل النضالي وهذا الشكل الاحتجاجي، الشكل السلمي، باش انهم يرفعوا المطالب ديالهم، باش انها تكون اذان صاغيه لهم وتوفر لهم هذا المطلب ديال التنقل، يعني باثمنه اللي هي تكون مناسبه. اكثر من ذلك ان الطلبه ديال زاكوره عندهم مشكل كبير، باش ناخذوا التصريحات ديال احد المسؤولين ديال التواصل او احد اللجنه ديال التواصل باش يعطينا التصريحات بشكل كبير وبشكل توضيحي، باش يعطينا علاش كاين هذا اصلا شنو هو السبب اللي خلاهم يخرجوا في هذه المسيره الاحتجاجيه ويجوا بالطلبه في الفتره ديال الاقتراب ديال عيد الاضحى، يجوا بهذه المسيره المحطه ديال اكادير اللي هي المحطه ديال المسيره. اذا الطلاب ديال طاطا البارح، باش نذكر الطلاب ديال طاطا، خرجوا في واحد المسيره احتجاجيه في نفس التوقيت. اليوم جاء الدور ديال الطلاب ديال المدينه ديال زاكوره باش يخرجوا كذلك حتى هما ونفس المطالب، رغم واحد الاختلاف بسيط بين هذه المطالب. بالنسبه للطلاب ديال طاطا اللي خرجوا بهذه المسيره احتجاجيه، الشركات ديال النقل اللي كانوا كيقطعوا عندها الاوراق كانت كتفرض عليهم انهم يقطعوا جوج ديال التيكيتات في رحله واحده، يعني يقطعوا بجوج ديال الادينات ديال النقل في رحله واحده. بالنسبه للمتتبع اللي ما عندوش فكره على اشنو هما الادينات ديال النقل، الادينات ديال النقل هما هذوك الاوراق اللي كتعطيهم العماله ديالهم وكيسافروا بهم، يعني كيعطوها للشركات اللي دايره معاهم اتفاقيه او عقود، كيعطوها الشركه مع فوتوكوبي ديال لاكارت وكيسافروا بها لمده ديال الرحله. العماله كتعطيهم 6 ديال التيكيتات الي و6 ديال التيكيتات روتور. اليوم الطلاب ديال طاطا هادوك التيكيتات باش كانوا كيقطعوا رحله وحده. هذا الشعار اللي كيبين على الاحتجاج ديالهم، مواطن الدرجه الثالثه. باش نعطوا احد التصريحات ديال احد الطلبه اللي كاين في هذا الشكل هذا الاحتجاجي السلمي، باش يعطونا علاش السبب ديالهم، علاش كيناضلوا، علاش جاوا في هذه المسيره الاحتجاجيه. اذا علاش نتوما خرجتوا في هذه المسيره الاحتجاجيه وجيتوا من الحي الجامعي ديال اكادير، جيتوا للمحطه الطرقيه المسيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما كتشوفوا يعني حنا راه خرجنا في مسيره احتجاجيه، يعني كنطالبوا يعني بان توفروا لنا يعني الكرام باش اننا نعيدوا بحالنا بحال جميع الناس مع والدينا. يعني هذا السبب هو اللي خلانا نخرجوا يعني في مسيره انطلاقا من الحي الجامعي، يعني حتى المحطه ديال المسيره، يعني لانه كما كتعرفوا يعني هذا الشيء راه منذ سنوات، من 2003، يعني بعد ما انه تم السلب ديال يعني سندات النقل لطلبه اقليم زاكوره. كما يعني كتعرفوا ان حاليا راه تقريبا جميع المناطق كيستخدموا مسندات النقل الا الطلبه ديال اقليم زاكوره. علاش بالضبط الطلبه ديال اقليم زاكوره اللي ما يستافدوش يعني من السندات ديال النقل؟
بحالهم بحال كاع يعني واش هما ماشي طلب واش غير الطلبه ديال زاكورا هما اللي ما عندهمش الاذنات ديال النقل ولا كاينين شي مدن اخرين حتى هما ما عندهمش الاذنات ديال النقل؟ يعني حاليا الطلبه ديال اقليم زاكورا هما اللي اولا نقولوا هما اللي معروف انهم ما عندهمش الاذنات، راه يعني راه كاينين يعني مدن اخرين اولا يعني بلدان اخرين اللي انا ربما تسلبوا منهم ورجعوا ليهم، ولكن زاكورا هي الوحيده اللي يعني باقا كتعاني من نفس المشكل اللي تسلبوا لها الحق ديالها في سندات النقل اللي هو حق مشروع للطلبه اللي من حقهم انهم يمشيو حتى هما يعيدوا بحالهم بحال كاع الناس عند والديهم. هذا الشيء يعني راه السياسات يعني اللي كتضرب يعني واش يعني اللي كنقولوا كما كنقولوا المغرب غير نافع، كاين المغرب نافع ومغرب غير نافع، يعني هذه راه سياسه كتضرب يعني في يعني في سميتو ديال الجنوب الشرقي بصفه عامه وزاكورا خاصه. بالنسبه لسيدي افري، سيدي افني والمنطقه ديال الكلميم، واش هاد المناطق هادو اللي قرب للمدينه ديال اكادير واش عندهم الاذنيات ديال النقل مقارنه مع زاكورا ووارزازات وتنغير؟ كما معروف راه يعني سواء سيدي افني سواء طاطا ولا كاع الاقاليم هادوك التيكيتات باش كانوا كيقطعوا باش كانوا كيقطعوا الرحله وحده، الشركه تفضلت عليهم انهم خصها يخلصوا جوج ديال التيكيتات، يعني خصها يدفعوا جوج ديال التيكيتات اللي هما جوج ديال الاذنات ديال النقل. الطلاب ديال طاطا رفضوا هذاك المطلب ديال هذوك الشركات وخرجوا في مسيره احتجاجيه. بالنسبه للمتتبعين ديال جريده اوغ جورنال باش نحطكم في يعني في السياق العام ونحطكم على شنو هو السبب اللي خلى الطلاب ديال زاكورا يخرجوا في هذه المسيره الاحتجاجيه السلميه، السبب الرئيسي هو انهم ما كيتوفروش على الاذنات ديال النقل، يعني دوك الاوراق اللي كتعطيهم العماله باش انهم يسافروا بهم المدن فين كيقراو كالمدينه ديال اكادير او لا المدينه ديال مراكش او لا المدينه ديال الرباط ولا فاس ولا مكناس ما كاينينش عندهم. اذا هنا كاين الفرق، رغم ان المدينه ديال زاكورا والمدينه ديال طاطا تقريبا نفس المسافه اللي كاينه بيناتهم مع المدينه ديال اكادير، وتقريبا كاين حتى هما نفس المنطقه او نفس المجال اللي هو مجال جغرافي صحراوي ولا مجال نائي، نفس الظروف الاجتماعيه نفس الظروف كذلك الاقتصاديه. اذا علاش كاين هاد الفرق هذا بين هاد جوج ديال الفئات الطلاب ديال زاكورا؟ هذا هو السؤال اللي طرحينه، علاش كاين هاد الفرق بين هاد جوج ديال الفئات رغم انهم كينتميو لمنطقه واحده اللي هي المنطقه ديال الجنوب الشرقي؟ اذا ماشي غير الطلبه ديال زاكورا اللي عندهم هذا المشكل ديال النقل، كاين حتى الطلاب ديال المدينه ديال وارزازات، الطلاب ديال المدينه ديال تنغير، اذا جل الطلبه اللي كاينين في الجنوب الشرقي كلهم عندهم هذا الاشكال ديال الاذنات ديال النقل او هذا الاشكال ديال الارتفاع ديال الاسعار ديال التذاكر، يعني الاوراق باش كيقطعوا في الخيران. غير للاشاره راه ماشي الطلبه ديال الطاطا هما اللي عندهم فقط الاذنات ديال النقل، ولكن راه حتى المدن الصحراويه يعني المدن اللي كاينه في المنطقه الصحراويه في الصحراء المغربيه بحال المدينه ديال العيون بحال بوجدور بحال السمارة بحال الكلميم بحال الداخله بحال الكويره، هادو راه عندهم الاذنات ديال النقل. علاش؟ لان الدوله هي اللي وفرت لهم داك الشيء، ولكن السبب علاش الدوله ما وفرتش لهاد الطلاب ديال المدينه ديال زاكورا اللي كتبعد تقريبا على المدينه ديال اكادير بحوالي 460 كيلومتر. اذا فين كاين الخلل هنا وفين كاين الفرق؟ اذا باش ناخذوا احد الاعتصامات ديال احد الطلاب ديال المدينه ديال زاكورا، يعطينا بشكل توضيحي وبشكل كبير اشنو هما المطالب ديالهم واشنو هما الحوارات اللي داروا معاهم الناس المسؤولين ديال جهه ماسا. الناس غير اون فوا غتكمل غتسالي الامتحانات ديالها غتجي المناسبه ديال العيد، اثمنه خياليه هنا، يعني الناس راه مازال يعني مازال كيحتاجوا. المجلس الاقليمي راه لا اذن صاغيه، راه حتى واحد ما كي يعني ما كيحاولش حتى انهم يتواصلوا ولا يعرفوا المشاكل ديال الطلبه ديال الاقليم او لا يتواصلوا معاهم او لا يحاولوا يعاونوهم اقل حاجه ممكنه، يعني راه فقط شفاره بهذا المصطلح هذا، راه يعني كياكلوا الحبس حنايا. يعني المجلس الاقليمي ما دار معكم حتى حوار، حتى شي مره زعما دعاكم للحوار وراه يهضر معكم، حتى مره ما كايناش هذه. راه ولا مره يعني ما عمرنا تلقينا انه يعني شي رساله، بالرغم ان يعني على السنوات على غير السنوات الماضيه راه صيفطنا يعني رسائل يعني وتلاحت يعني نداءات، ولكن لا ولا من يصغي، يعني راه ما كيحاولوش يعني
لا يعترفون كانهم ما كيعرفوش ان عندهم طلبه كيقراو في مدن اللي هي بعيده، كيقراو في مواقع جامعيه اللي بعيده عليهم، يعني راه بحال ما كاينينش بعض المصطلح هذا، راه يعني ما حاسبيناش، راه المجالس الاقليميه يعني ديال المدن الاخرين فراه كتوفر للطلبه ديالها النقل سواء في بدايه السنه، بل انه مشات معها الى بعد الحدود انها هي ساهمت معها في توفير سندات النقل اللي هو الحق المشروع اللي كنطالبوا به. يعني هذه الكرة هذه راه ما هي الا حلول ترقيعيه فقط، هذه الرحلات راه حلول ترقيعيه، حين ان الحل هو سندات النقل وجامعه في الجنوب الشرقي، جامعه في زاكوره، هذه هي الحل، انا هذه حلول ترقيعيه وما كايناش، فما بالك ان يعني كما قلت يعني مجالس اقليميه ديال المدن الاخرين ساهمت يعني في ان يعني الريكيات او يعني سندات النقل ترجع يعني للطلبه ديالهم، حين ان احنا ان هذا المجلس الاقليمي انه لا يعتبر يعني ان بحال ما عندوش طلبه، بحال ما كاينش طلبه كيقراو في اقليم زاكوره، يعني راه هذا الشيء يحز في النفس الصراحه. شنو اذا كما تبعتوا معايا متابعي جريده اور جورنال، مطالب كبيره الطلبه ديال المدينه ديال زاكوره كيعانيو منها، الطلبه ديال المدينه ديال زاكوره المطلب ديال تحقيق ديال سندات النقل او ادينات النقل، هذا المطلب يعني ما بقاش كافيهم، ودابا حاليا كيطلبوا بانهم تكون نواه جامعيه بالمدينه ديال زاكوره، لان العدد ديال السكان ديالها ما بقاش كما كان في الخمسينيات ولا في الستينيات ولا في السبعينيات ولا حتى في الثمانينيات، انها دابا حاليا ولات مدينه كبيره تابع عليها بزاف ديال القيادات وبزاف ديال الجامعات، وحاليا دابا هي حاليا كما اشرت انها في حاجه لواحد نواه جامعيه بحالها بحال جل يعني المدن المغربيه. اذا متابعي جريده اور جورنال كنضربوا لكم موعد اخر في موضوع اخر ثم في مكان اخر ثم في زمان اخر ثم سلام.